حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي ويبقى المسرح، ومشوار آخر يتجدد معكم دوما في عوالم الفن المسرحي. الأسطول العثماني 210 سفن بعثني بها السلطان سليمان القانوني لمساعدة فرنسا خليفتنا ضد الأسبان. فرنسا؟ تمام. بعد عائد من هناك قررت أن أخلصك من السجن. لكل عشاق أبي الفنون من هواة الفن المسرحي، نظمت إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة ورشة التمثيل التي انطلقت بإشراف الفنان إبراهيم سالم ضمن ورش عناصر العرض المسرحي الاستباقية للنسخة 9 من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة 2022، والذي يعود بعد فترة توقف استمرت على مدار عامين بسبب الأزمة الصحية العالمية كوفيد-19. ماذا الذي بيدك؟ ما هذا الذي بيدك؟ عصاي. اليد الأخرى. أنت لا تدرك ما تقول يا يابو، ستان بين العشق والخيانة. خيانة يا مولاي، خيانة. الإيمان لا يعذب عندما تؤمن بشيء، يجب عليك أن تضحي. يعد مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظمه إدارة المسرح في دائرة الثقافة بحكومة الشارقة منصة ريادية هامة لرفض الساحة المسرحية المحلية بالكوادر والمواهب الشبابية في مختلف المجالات المسرحية. هيا بنا نمحو كل شيء، فليحيى العدم، ولا شيء موجود سواه. بعد فترة توقف امتدت على مدار عامين بسبب الجائحة العالمية كوفيد-19، انطلقت فعاليات النسخة 9 من دورة عناصر العرض المسرحي التي تسبق مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي ستقام دورته 9 في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، إذ استهلت الدورة بورشة التمثيل المسرحي من تقديم وإشراف الفنان إبراهيم سالم، والتي اختتمت أعمالها في 23 من يوليو من عام 2022 بمشاركة أكثر من 40 منتسبا من عشاق المسرح. أنا في رأيي أن هذا المهرجان يعتبر من أهم المهرجانات. ليش؟ لعدة أسباب، منها الورش اللي قاعد تقدم في هذا المهرجان وأهمية هذه الورش بالنسبة للطالب اللي راح يلتحق في هذه الورش. الورش السنة راح تكون على 3 مراحل. مهم جدا وجود مثل هذه الورش للطالب، لأن هذه راح تعلم الطالب كيف طريقة، بالذات اللي راح يدخل في مهرجان المسرحيات القصيرة، كيف طريقة أني أنا أبحث في الإضاءة وفي إبداعي بالنسبة للممثل وبالنسبة للإضاءة والديكور والمخرج والإخراج والحركة. هذه كلها راح تخلي الطالب يستوعب هذه الأمور بشكل جيد. يخيل لي من الأشياء اللي عاملتها بالفعل، اللي عاملها عند الطلبة، اللي هو مهرجان المسرحيات القصيرة، نحن نعتبره بمثابة الأكاديمية بالفعل للطلبة، للورش هذا اللي موجود، للبحث اللي راح يعمل الطالب، لأنه راح يطلب منه مسرح عالمي، وبالتالي الأكاديميات دائما تتكلم عن المسرح العالمي وراح يبحث عن المسرح العالمي، للمسرحيات اللي راح يطلب منه اختصارها، وبالتالي مطلوب منه بحث، وإن كيف يقدر يوصل العمل بصورته العام اللي كانت موجودة مثلا في 200 صفحة أو 100 صفحة إلى في 30، يختصرها من 200 إلى 20 أو 30 صفحة. أنا يتراوالي هذه الأمور راح تخلق للطالب كثير من التفكير الجيد مستقبلا، وهذا راح يرفض الحركة المسرحية بدماء جديدة، وراح يرفض الحركة المسرحية بشباب شايلين راية المسرح. شهدت الورشة تفاعلاً وإقبالاً من الشباب المنتسبين، إذ تضمنت شقاً نظرياً وآخر عملياً، مقدمة للمشاركين حزمة من التدريبات المختلفة التي تستهدف تحفيز وتفعيل مخيلتهم وتطوير أدواتهم وتعريفهم بكيفية بناء الشخصية المسرحية، وليبدأوا محطة جديدة من مراحل إنجاز العرض المسرحي بورشة السينوغرافيا التي انطلقت في 24 من يوليو بإشراف
اعتراف من الفنان المهندس وليد عمران، ولتليها ورشة الإخراج المسرحي التي ستنطلق خلال الفترة من 3 وحتى 12 من أغسطس المقبل بإشراف الفنان المخرج المسرحي حسن رجب. فن الإلقاء يعد أحد العناصر الهامة التي يعتمد عليها فن الأداء التمثيلي، وفيه يكون الصوت الإنساني هو الناقل الأول للمشاعر والأفكار، ومن هذا المنطلق فإنه يلعب دوره الهام في مساعدة كل ممثل في بناء شخصيته المسرحية. سنلغي الحرف، ها؟ سنمنع صيد السمك، ها؟ سنلغي الزراعة، ها؟ 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 بعد قليل يبدأ العد التنازلي لتفكيك قنبلة بشرية تشكلت قبل آلاف السنين. يعد فن الإلقاء جزءاً لا يتجزأ من فن التمثيل، بل هو أحد أدواته التي تسهم بدورها الفاعل في تمكين الممثل من القيام بأولى الخطوات التمهيدية لمراحل تجسيد الشخصية المسرحية من خلال الفهم الكامل للكلام وتطبيق القواعد الصحيحة قبل إلقائه، مع اختلاف الأسلوب في الإلقاء التمثيلي عن الإلقاء الخطابي أو الشعري القصصي. الإلقاء، ما الإلقاء؟ وما هي أهمية الإلقاء للممثل المسرحي؟ الإلقاء فن وعلم. لماذا الإلقاء فن وعلم؟ العلم هو كل شيء له قواعد محددة لابد أن نتبعها، والفن هو كل عمل يتعلق بالذائقة الإنسانية وبالخلق والابتكار، وبناء عليه فإن الإلقاء فن وعلم. لماذا لابد أن نعرف بأن الإلقاء علم؟ الإلقاء علم، فبالتالي لابد أن نتعرف على قواعده. لابد للممثل المسرحي أن يتعرف على القواعد المهمة التي يجب أن يتبعها للإلقاء. الإلقاء له ركائز 3. الركيزة الأولى هي الهواء، الثانية الصوت، الثالثة قواعد النطق. الهواء، لماذا الهواء ركيزة أساسية للإلقاء؟ الهواء متعلق بالتنفس. نستطيع أن نصنف التنفس إلى صنفين اثنين، تنفس تلقائي وتنفس إلقائي. ما هو التنفس التلقائي؟ التنفس التلقائي هو التنفس الذي أتنفسه تلقائيا وأنا نائم، أخذ شهيقا وزفيرا دون أن أتحكم فيه. ولكن عندما ألقي قصيدة أو عندما ألقي مشهدا مسرحيا فإنني أتحكم في الشهيق وفي الزفير من أجل أن أصل إلى الإلقاء الجيد. أخذ شهيقاً وأخرج الزفيرة كما أريد من أجل أن أقطع الجملة التقطيع السليم. هذا عن الهواء. الركيزة الثانية لفن وعلم الإلقاء هي الصوت. وما أدراك ما أهمية الصوت بالنسبة للممثل؟ لأن الكلمة هي الوسيط الأول ما بين الممثل والمتلقي، وصوت الممثل هو الذي يوصل هذه الكلمة. كيف نوصل هذه الكلمة بطريقة جاذبة وبطريقة جيدة؟ إذا استخدم الممثل صوته استخداما جيدا. الصوت يتكون من طبقات صوتية، الطبقة الغليظة والطبقة الحادة والطبقة المتوسطة. عندما يلون الممثل بين هذه الطبقات فإن أداءه يكون خارجا عن الرتابة. الصوت أيضا نستطيع أن نقول بأنه له درجات. الفرق ما بين الدرجات أو شدة الصوت وما بين الطبقات الصوتية، درجة الصوت هي كيف يكون الصوت عاليا ومنخفضا، أما الطبقات الصوتية فكيف يتنوع الصوت ما بين القرار والجواب أو الطبقة المتوسطة. الركيزة الثالثة هي قواعد النطق. للنطق قواعد لابد أن يعرفها الممثل. هناك فرق بين الوقف التام والوقف المعلق، هناك قواعد للوقف، هناك أماكن للوقف، وهناك وقف جائز. مثلا يجوز لي أن أقف ما بين المعطوفات، يجوز لي أن أقف بعد المنادى، يجوز لي أن أقف بعد القسم، وهكذا وهكذا. إذا تمكن الممثل من دراسة فن وعلم الإلقاء
فإنه يكون في حالة جيدة من الجمال ومن الجاذبية. إذا أردنا أن نقول تعريفا للإلقاء يشتمل على بعض ما قلنا، فإننا نستطيع القول بأن الإلقاء هو النطق بالكلام على صورة توضح ألفاظه ومعانيه تتفق وقواعد علم الإلقاء يقوم به الملقي بذاته للوصول إلى هدف معين. الكلمة نور، دليل تتبعه الأمة. الكلمة حصن الحرية. الكلمة حصن الحرية. الكلمة تتكون من عدة أصوات، وفي رواية أخرى نقول بأن الكلمة تتكون من عدة أحرف، ولكن في الإلقاء كلمة أصوات أدق، وبالتالي يجب أن نعرف المخارج السليمة لكل صوت. تعال معنا نفرق ما بين الحروف أو الأصوات المفخمة والأصوات المرققة. الأصوات المفخمة تجتمع في كلمة خص ضغط قذ، أي حرف الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، هذه هي الحروف المفخمة. أما الحروف المرققة هي ما دون ذلك، وهناك حالات معينة في حرف اللام وحرف الراء. حرف اللام يأتي مرققا في الأغلب، ولكن عندما ينطق لفظ الجلالة بالتفخيم فإن حرف اللام يفخم. متى يفخم لفظ الجلالة؟ يفخم لفظ الجلالة في حالات ثلاث: أولاً إذا كان في بداية القول، ثانياً إذا كان ما قبله مفتوحاً، ثالثاً إذا كان ما قبله مضموماً. ومتى يرقق لفظ الجلالة؟ يرقق لفظ الجلالة إذا كان ما قبله مكسوراً. وهناك حالات لحرف الراء. حرف الراء يأتي بالتفخيم إذا كان مضموماً أو مفتوحاً، ويأتي مرققاً إذا كان مكسوراً. الحروف المرققة هي باقي حروف اللغة العربية. يجوز للممثل أن يكسر كثيراً من قواعد الإلقاء، وهذا حسب مقتضى الحال. مثلاً إذا كان الممثل يؤدي دور رجل أبكم، فكيف أطالبه بأن يقول الخاء مفخمة وهكذا؟ يجوز له أن يكسر هذه القواعد بأن ينطق الحروف مكسرة، أو يجوز له ألا ينطقها أصلاً لأنه أبكم. أيضاً بالنسبة لقواعد الوقف، يجوز للممثل أن يكسر قواعد الوقف حسب مقتضى الحال. وأيضاً هناك قاعدة مهمة، وهي قاعدة النبر، أي التأكيد على كلمة معينة أو جملة معينة، وهي الكلمة مناط القول. يجوز للممثل أن يؤكد على الجملة التي يريد أن يؤكدها، وهذا حسب مقتضى الحال، أي حسب الموقف وحسب طبيعة شخصيته وحسب تعليمات المخرج. العرض المسرحي غرب قدم في النسخة 31 من أيام الشارقة المسرحية من إنتاج مسرح دبي الوطني، وتأليف وتمثيل عبد الله صالح، وإخراج محمد سعيد السلطي. عن هذا العرض المسرحي مشاهدينا تابعونا في فقرتنا التالية. هل المجلس باب خارجي؟ نعم. دكني العرق. ايش فيكم؟ ليش كارهين الريال؟ ليش كارهين؟ سمعوا هذا، من هني وساير ابغيكم تغيرون حياتكم. كيف؟ في قالب اجتماعي طرح برؤيته ومعالجته بعضا من قضايا افكار التشدد الديني، وذلك من خلال مجموعة الغرباء الذين يحلون غرب على بيت احدى الاسر محاولين التغيير من طباع اهله، وليحولوا حياتهم الى جحيم ويقلبوها رأسا على عقب، وهو ما قدمه العرض المسرحي غرب في النسخة 31 من ايام الشارقة المسرحية. وقد جاء العرض بمشاركة كوكبة من نجوم المسرح الإماراتي ليحصد من خلال ذلك جائزتي أفضل ممثل وممثلة واعدة. طبعاً بدت الحكاية لما دعوني الإخوان في المملكة العربية السعودية، كنت مشارك أنا بنص اسمه كشته، هم غيروه سموه ليس إلا، وأخرج المرحوم علي الغوير من الله يرحمه، ودعوني في الكويت وسافرت الكويت وحضرت المهرجان، وكنت يعني دائما مع الاستاذ علي الغوين نحضر العروض المسرحيه المشاركه.
فلفت طبعا نظري اثناء العروض عرض مغربي بعنوان ضيف الغفله للكاتب المغربي حسن هموش. عجبني العمل، عمل فيه كوميديا سوداء جميله، يعني في اجتماعي على هذه السوداويه على الكوميديا. شدتني الفكره تماما. فاول ما رجعت الامارات بقت الصوره اللي انا شفتها في المسرحيه في مخيلتي انا. طبعا جيت انا وبديت اقول ليش ما اول خطوه كانت عندي مساله الاعداد بعد النص. لكن اثناء كتابه جتني فكره اخرى، ان هذه القضيه المطروحه حدثت عندنا في الامارات يعني لزمن ما، ويمكن في مسلسل خيانة وطن أثيرت هذه القضية. فشدتني القضية وشدتني هذا الضيف الثقيل اللي يدخل في بيت ناس ويتسبب في أذيتهم في نهاية الأمر. عيبتني الفكرة، فمسكت هذا الخيط وبديت ألعب عليها بطريقتي أنا. أضفت لها الشخصيات، يعني خليت الأخو وخليت الشخص اللي يدعي اللي يكذب عليه، لكن باقي الشخوص بديت أغيرهم. سواء عملت لأخوات ثنتين بدل ما تكون عنده أخت، خليت يعني ضفت شخصيات أخرى، حاولت أخلق نوع ما يعني مزج ما بين الكوميديا وما بين التراجيديا. خليت اللي هو النسيب أو الصهر بين فترة وفترة يجي يبغى يراضي زوجته ويأخذ بنته الصغيرة. خلقت حالة أخرى بجانب الحالة الأساسية. طبعا مع الوقت بدا العمل شوي ينطبخ. فاول ما جاء على بالي تسميه العمل، فسميته راعي الدار قبل يكون غرب. وكنت اقصد من راعي الدار انه يعني اصبح هو هذا الشخص بعد ما تحكم في البيت، اصبح هو راعي الدار وليس راعي الدار الحقيقي. فبقى الاسم عندي، بديت انا اعدل في المشاهد واضبط واشوف وين الخلل، وحاولت ابتعد تماما عن العمل اللي شفته المغربي، يعني ابقيت على الفكره فقط. مع الوقت طبعا بعد ما اكتمل، انا دائما لما اكتب اي عمل اعرضه على اساتذه وزملاء من باب النصح والارشاد، وانا هاي عادتي يعني من يوم بديت، وهاي عاده جدا سليمه وايجابيه بالنسبه لي، لانها تساعدني اني انا اوقف على اخطائي. بالفعل كانت هناك بعض الملاحظات في اني اضبط واعدل في بعض الاشياء، راجعتها شفت كثير من الملاحظات كانت في مكانها، رجعت وعدلت. المهم وصلت لقناعه ان هذا النص هو النص لهذا. طبعا لما جينا نشتغل، طبعا بعد ما استاذنت صاحب النص وتفاهمت معه اني يعني انا مستعين في الفكره في هذا العمل، فكره استاذ حسن هموش، لكن تأليف عبد الله صالح، لأني أنا أيضا ما أخذت أي مشهد من مشاهده اللي ذكره في قصته عدا الفكرة فقط. ماضي معلم ويعرفه الكثيرون، أما الآن فعلي مجاراة الحياة والتعلم منها. لا بعدك أنت معلم ونحن منك نتعلم. جزاك الله خير. وأنت في دار أخوك معزز ومكرم يا شيخ. والله إنك تحرجني بهذا الكلام الطيب، ولكن يا أخي أنا لا أريد أن أثقل عليك. عموما لما جينا نشتغل مع الأستاذ محمد سعيد، محمد سعيد له وجهة نظر في مسألة إنه يعني أولاً محمد أكيد أثناء الشغل صارت بيني وبينه تتشات أو خلافات حول النص. يعني محمد من وجهة نظره يعني ما يبغي يكون يعني أنا كنت رايح على موضوع شوي فيه طرف إسلامي. محمد سعيد ما يبغي طرف إسلامي، يبغي يقول إن هؤلاء ناس جماعة نصابين يو يبغي ينصبون على هذا الشخص. محمد ربطها بالنصب وإنهم مدعين نصابين، بينما أنا كنت أبغيها ان هناك ايضا من يدعي باسم الدين، وانا بغيت رايح على هالموضوع لان في شويه نوع من الجراه. فصار هذا الخلاف بيني وبين محمد سعيد، لكن انا في نهايه الامر قلت له محمد في النهايه النص نصك انت، كيف ما توديني يعني. محمد بدا يعدل في شغلات، بدا يضيف شغلات، ملاحظات، شيل هذا احذف هذا دخل هذا، عدلنا في النص الى ان قدمناه بالشكل اللي شافوه الجمهور. طبعا الاسم محمد سعيد قال لي انا مو عايبني اسم راعي الدار، لان حسيت هو يحسبه ان اسم شوي اماراتي، او يعني احنا عندنا دار 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 وايد، فقال لي ابتعد عن هذا عشان ايضا لا تؤخذ علينا. فانا ما اشوف من يعني من هذا التخوف، يعني
ما حسيت انه يعني قلت له خلاص مثل ما تحب تبغينا غير بغيره. قال لي شو تفكر ولا سامي؟ فكرت عقب تذكرت كلمه غرب. دائما الضيوف الغرب، نحن لما يجونا ضيوف قديما كنا نقول يجونا ناس غرب، يعني ما نعرف هذيل زينين مو بزينين. فكلمه غرب تعني الضيوف الاغراب، فعجبني الاسم اقترحت على محمد. قال لي محمد حلو الاسم، وبدينا نشتغل العمل مع طبعا تطورات العمل، لان العمل فيه جانب مثل ما قلت كوميديا سوداء، يعني هم يضحك وهم يبكي. انا توقفنا عند النقطه، وانا دائما في اعمالي الجا لنوع من الكوميديا، يعني وليس الكوميديا من اجل الكوميديا، لكن الكوميديا لهدف او لغرض النص، لتطويع النص او لتكسير النص او لكسر السرديه فيه، واخذنا الى اماكن اخرى. وانا اميل للكوميديا مثل الاعمال اللي اشتغلتها قبل. فهذه يعني باختصار قصه مسرحيه غرب وكيف بدت وكيف قدمناها اخيرا في ايام الشارقة المسرحيه. اسمعوني انتوا الثنتين، ترى هذا اللي زايرني مو بحي الله شيخ. كيف يعني مو بحي الله شيخ؟ على راس ريشه مثلا؟ ايه ايه على راس ريشه، هذا الناس يجربوه منه يطلبون رضاه، واحنا شو يخصنا في رضاه؟ طبعا المسرحيه تتكلم عن استضافه الاخ للشيخ رجل الدين في داره. هذا الاخ طبعا كان عايد من يعني تائب، او عايد من الذنوب، وعايد من يعني كل اشياء الحرام، فحاول يعني يرجع الى الطريق السليم. يصطدم بهذا الشيخ، اللي هذا الشيخ سرعان ما يتدخل في امور بيته، في اشياء اللي في البيت، يبدا يتدخل في حتى في لبس اخواته، يتدخل في امور كثيره. وهذا الاخ منصاع له وينفذ كل رغباته، يحاول سهره ونسيبه يصحيه اكثر من مره، يعني هذا ما له علاقه. حتى اخواته ما يستمع لهم، قاعد يستمع لهذا الشيخ ظنا منه ان هذا ما يقوله صح، لكن هذاك ايضا الضيف مستقل الدين كقناع او كستار لتحقيق مآربه. في النهايه المسرحيه طبعا نكتشف ان الاخ النسيب او السهر يرجع لوعيه، يعرف الطريق الصحيح، يشارك ايضا مع الامن ويشارك مع الاخوات في القبض على هذه العصابه او هذه المجموعه التي تدعي الاسلام وانها ليست من الاسلام بشيء. الرساله اللي ابغى اوصلها يعني اقول يعني نحن ناس نعم طيبين، نعم كريمين، لكن ايضا علينا ان ننتبه من هم ضيوفنا. ان الضيوف نحن ناخذهم ايا كانوا، سواء في بيوتنا او في اي مكان، لازم ننتبه لهم، لان مو بكل الضيوف ممكن يكونون طيبين ومسالمين. في هناك ضيوف يستغلون طيبتنا وكرمنا. يا اخوي ترى طول عمرنا هذا لبسنا. ما عليه، لكن ابو العباية يقول الستر جميل ومهم للمرأة، وبعدين هذا الشيء يجيب الثواب والرضا من رب العالمين. رضا الله ولا رضا ضيفك؟ كل مخرج ممكن يودي العمل لمكان اخر. محمد يعني وداه لهذا الحل الاخراجي اللي قدمه محمد سعيد، يعني خلط ما بين يعني نوع ما في واقعيه وفي ايضا لا واقعيه في 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 مساله، يعني في بعض المسائل. يعني هو طبعا 90% او 99% كان واقعي، بس محمد لجأ لهذه الفريمات القماشه. وانا طبعا كنت اقول دائما انا كنت اتمنى البيت هذا يكون عباره عن فريمات فاضيه. ابغى اقول له إن, ان 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 مجتمعنا مفتوح او بيتنا مفتوح، كل حد يشوفنا، ما عندنا يعني مستورين، مفتوحين للكل. فهذا الانفتاح اللي صاير عندنا يعني له دلالات. محمد سعيد طبعا نجا للفريمات والقماش الابيض، ولعبته كنوع من يعني لعب فيها كجدار ولعب فيها كخلفيه، يعني هو لعب بشكله الاخراجي. بالعكس يعني وجهة نظرة، قد يكون مخرج آخر يلعبها بشكل ثاني، لكن نحن في النهاية اتفقنا. بالنسبة بشكل عام العرض طبعا أكيد مجهودنا نحن كفرقة نبقى نتواجد في الأيام بغض النظر عن موضوع أن أنا فوز أو ما فوز. أنا يعني أنا واحد من أبناء أيام الشارقة المسرحية، ولما دخلت أيام الشارقة حبيت أثبت نفسي من 84، أثبت نفسي في 96 لما أخذت أول جائزة لي. فبالتالي من أحلام مسعود وانطلقت بعدها، حققت
الرغبة اللي كنت أنا أبغيها. أيضا أنا حين مشاركتي في أيام الشارقة أبغي يعني أشارك في هذه الأفراح، أبغي أحيي هذه الأفراح بعيدا عن المنافسات وبعيدا عنك. أنا أبغي أقدم شكل جديد للمسرح، أنا كفرقتي نبغي نقدم شكل جديد بعيد عن فرد العضلات ولعبة الإضاءات والإخراج ولعبة الفضاء الكبيرة اللي قاعدة تصير، كل واحد له توجه، لكن أنا هذا توجهي كفرقة، نبغى نقدم شيء حلو الجمهور يضحك عليه ويستانس عليه وأيضا يعني يشكرنا على هذا المجهود اللي قدمنا. هؤلاء أناس صالحون؟ كلهم يا شيخ كلهم صالحون؟ هذيل أشكالهم أشكال ناس صالحون؟ وأنت منو بعد؟ أنا منو؟ غايب أنا الحاضر، لكن أنت اللي كنت غايب. مين نشتغل؟ فحطيت النص في إيد محمد، قلت له محمد أنا في خاطري ألعب شخصية راجع لأني أنا شايف نفسي فيها، واتفقنا على هذا الشيء ومحمد أيضا يعني التزم معي، وأنا بديت أجتهد شوي من خبرتي، بديت شوي أطعم هذه الشخصية ببعض الجوانب الأخرى من الكوميديا بحيث أن أعطيها حقها، أو الكوميديا مثل ما قلت لك اللي هي اللي تخدم العمل، وساعدتني العملية بالعكس. يعني الشخصية من البداية أنا كنت حابنها، فالحمد لله يعني أنا إلى حد ما اجتهدت فيها، لكن عاد الجمهور هو اللي يقول لك إذا أنت أبدعتي أو ما أبدعتي. عادل إبراهيم وسعيد عبد العزيز من الناس القدامى في المسرح، ودائما ما يبحثون عن أعمال لعودتهم. ممكن عادل اشتغل معنا في حارس النور رجعنا، وسعيد عبد العزيز لكن تعرفين محتاج لأدوار تناسبهم، لأدوار يعني تناسب تركيبة سنهم، حتى السن يعني لدور، يعني أنا الحين ما أقدر أخذ دور شاب، خلاص لازم أنا أخذ دور يناسبني أنا صحيا، يناسب سني. فكانت الأدوار نوع ما مناسبة للشخصيتين هاي الاثنين. أما بالنسبة للبنات طبعا مكسب آمنة من بناتي أنا في الورش كم من سنة، واشتغلت معها كفرصة أولى في حارس النور، وانطلقت بعد كذي راحت اشتغلت مع أستاذ ناجي الحاي وحيت معنا واشتغلت معنا في هالعمل. بدأت البنت شوية تكتسب خبرة وبدأت تشد حيلة شوية، يعني صارت أفضل من قبل. بالإضافة إلى سما أيضا اشتغلت معنا في مسرحية الأطفال أحلام وفرقة الأنغام، وأنا شخصيا يعني تلمست فيها هذه الموهبة كنجمة أو كممثلة قادمة، فأيضا اشتغلنا عليها في هذا العمل وغامرنا عليها ممثلين. طبعا من ضمن الشخصيات اللي محمد سعيد أتاح لهم الفرصة اللي هم عبيد الولد اللي توفق هو وآمن بجوائز الفنانين الصاعدين في هذا المهرجان، وهذا دعم لعبيد، لأن عبيد ما شاء الله عليه صوته جميل، وأضاف هو وشلته اللي كانوا معه يعني أضافوا فاكهة للمسرحية، خلوها تاخذ جانب آخر. كانوا يوميا يجون يمارسون هالفنون وهالأغاني، يعطونا شوية حيوية في الفروضة، وكانوا ما شاء الله عليهم ملتزمين متطورين إلى أبعد الحدود، لدرجة أنه يعني توافيق جيت وعبيد توفق وخذ هذه الجائزة. هذا يسكن من صدق، كان الثمن غالي وكبير، بس مهما حصل من أمر مالي غنى بزوجتي. بمحطتنا الأخيرة نصل معكم مشاهدين الكرام لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ونذكركم بإمكانية متابعة هذه الحلقة وكل حلقاتنا وكافة برامج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر منصة مرايا. إلى أن نلقاكم مجددا نترككم في رعاية الرحمن.